من طاف الإفاضة وأخر السعي بعده بيوم. يقول من طاف الإفاضة وأخر السعي بعده بيوم أو فعل العكس فما الحكم؟ العكس ما يجوز، إنه يقدم السعي قبل الطواف ما يجوز عند الجمهور. وأما أنه يطوف اليوم ويسعى بكرة ما في مانع، الموالاة بين الطواف والسعي أولى وأفضل، لكن لو أخره فلا بأس. نعم.